السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور مصطفى أحمد، بريد الدكتور مصطفى لوكتي أو لوكتي عادي يعني. النهارده يا شباب أنا مبسوط طبعا إن أنا عملت القناة دي عشان تستفادوا إن شاء الله. محتوى القناة هيكون تعليم سباحة البداية خالص، حد الاحتراف لحد ما تكون سباح إن شاء الله. تاني حاجة عشان تستفادوا النهارده يا شباب، محتوانا في القناة أو التشانل دي تعليم السباحة، إزاي تتعلم السباحة لحد ما تكون سباح. لا كطفل، كشاب مثلا انت عايز تتعلم السباحه. مبسوط جدا النهارده ان انا ابتدي اشتغل على القناه وابتدي انزل محتوى تعليم سباحه. من زمان نفسي اعمل كده بس ما كانش في فرصه، بس هو بدات ان شاء الله. محتاج دعمكم معايا في القناه، ان شاء الله تكونوا مبسوطين معايا وتستفادوا مني. مبسوط جدا ان اول فيديو ينزل على القناه. نبدا النهارده في بدايات تعليم السباحه، ان شاء الله هنقعد نتطور من البدايه، نقعد نعلى بالليفل لحد ما نوصل للي احنا عايزينه، هو تعليم السباحه. دول رغي كتير بنبدا النهارده. طبعا احنا مش هنتعلم السباحه هنا، هنتعلمها بره. ويا رب تكونوا مبسوطين معايا وما اكونش تقيل عليكم. يلا هنبدا البيت. ورجعنا لكم تاني واهو غيرنا، يلا نبدا تمرين. النهارده هنبدا اول حاجه، واحد اول مره ينزل ميه مجربش ينزل قبل كده. تاني حاجه هنتعلم الطفو، في كذا نوع من انواع الطفو. اول حاجه هيعملها هينزل، خليه بس يقعد على الستارت، بس ان هو خايف من المايه لسه ما نزلش قبل كده، ما اتعلمش قبل كده، فلازم اطمنه في الاول. هينزل هيقعد على الستارت، هنزل رجله ده اول حاجه. تاني حاجه اخليه ينزل المايه بالراحه خالص، ان هو خلاص كده حس احساس المايه. هنمسك اول حاجه، لو واحد لسه اول مره ينزل المايه هنعلمه ازاي يتعود على المايه، ازاي اول مره ينزل هيعمل ايه. هنزله يمسك الستارت، هيتمشى جنب الستارت، لامس الارض، الميه في مستوى جسمه، وشه فوق مش خايف. لو خايف هو ماسك الستارت وماشي، اطمنه في الاول. بعد كده اخليه يسيب الستارت ويمشي، هيمشي عادي كده، هيسيب الستارت بعيد عنه شويه ويمشي. ثالث حاجه هو خلاص كده اطمن، ساب الستارت ومشي، بحيث ان هو خلاص اتعود على المقاومه بتاع الميه. بعد كده اخليه ازاي يتعلم البوبلز. البوبلز طبعا احنا بناخد نفس كبير نملى الرئتين، بحيث ان الرئتين دي ترفعه فوق المية، هياخد نفس كبير. بعد كده ازاي يفضي النفس تحت المية، هيفضيه كله ويطلع ياخد نفس كبير تاني وينزل يفضيه تاني. دلوقتي هنملى الرئتين هوا وننزل نفضيه تحت كله، وهنعيد التمرين ده تاني ونكرره كذا مرة. اول حاجة هناخد نفس كبير، ويطلع ياخد نفس تاني ويبقى ماسك الستارت، بحيث ان هو ما يكونش خايف لما ينزل. مرة كمان، ده اول حاجة. بعد كده خليه يفتح عينه في المية بحيث ان هو يطمن برضو شوية ويشوف ايه اللي تحت. تاني حاجة هندخل على انواع الطفو، في اربع انواع من الطفو. اول نوع في طفو التفور، اول حاجة هنتعلمها، اهم حاجة لازم نتعلمها في الاول، ايه يا كابتن؟ لان طفو التفور بيكون سهل عليه، لو حصل اي حاجة كده بيهدى رجله. اهم حاجة في طفو التفور ان هو سهل ان هو يرجع تاني للوضع اللي هو الاساسي بتاعه، ان هو يكون واقف. تاني نوع يا جماعه هيكون طفو النجمه على الظهر، كل ده هنعرفه في النموذج العملي. تالت نوع هيكون طفو النجمه على البطن. رابع نوع هيكون طفو السوبر مان، وكل ده هنوضحه في النموذج العملي اللي هنعمله دلوقتي. يلا بينا. حاجه هنعملها هندخل ادوات مساعده للتمرين عشان تسهل علينا التمرين. هيكون معانا نودلز، تاني حاجه هيكون معانا بورد. دلوقتي هنعمل نموذج بره الميه لطفو التطور. اول حاجه هتلف الرجل وانت واقف على الارض. تاني حاجه هننزل لتحت، هنضم رجلينا دي على صدرنا واحنا في الميه، هنضم رجلينا دي على صدرنا جامد، وهننزل تحت خالص ونضم ايدينا، نمسك ايدينا على رجلينا. واهم حاجه ما نسيبها، قبل ما ننزل هناخد نفس كبير، نملى الرئتين عشان ترفعنا وما نفضهاش تحت. البابلز بنفضيه، طفو التقاور مش هنفضل. هناخد نفس كبير بحيث ان احنا هنعمل الحركه دي مش هننزل تحت. دلوقتي هنعمل نموذج لطفو التقاور، هناخد نفس كبير، رئتين مش هنفضي. اوكي،
تاني حاجة هندخل أدوات المساعدة لو هو معرفش يعمل الطف التطور ونزل تحت. هناخد النودلز دي هنحطها عند بطننا، هناخد نفس كبير وهنطبق برضه نفس الكلام. تاني حاجة هنعملها في الطف والنجمة على الضغط، هنستخدم النودلز. هنجيب النودلز هنحطها على رجلنا تحت عند وسطنا، بعد كده هناخد نفس كبير هننام على ظهرنا، نفتح ايدينا جنبنا وبعد كده نفتح رجلنا تحت زي كده. تالت حاجة هنتعلمها في انواع الطف هيكون طف نجمة بس على بطن المرة دي. برضو هناخد نفس كبير ومش هنفض فيه. أهم حاجة يقف 3 ثواني بس، تمام؟ مش لازم نقف فترة طويلة، أهم حاجة في الأول هنبدأ هنقف 3 ثواني أو ثانيتين. وبرضه في طفو النجم على البطن ممكن نستخدم النودل. رابع حاجة من أنواع الطفو هيكون طفو السوبرمان أو طفو الستريم لاين. إزاي هيكون شكل السوبرمان أو الستريم لاين؟ هنطلع نعمله فوق. أول حاجة تكون رجلك مقفولة على بعض، تاني حاجة إيدك هتكون مشدودة جامد ورا ودنك وقافل على راسك بحيث إن راسك ما تطلعش بره إيدك. أنا عايز أقفل على راسي. دهني دي على صدري، تمام؟ هنشد جسمنا جامد، رجلنا جنب بعض، مش رجلنا مفروض فوق جامد في الميه. في الاول هنستخدم اداه مساعده اللي هو الكوب، هنستخدمه في الضف. اهم حاجه في الضف هناخد نفس كبير مش هنفضيه بحيث ان احنا ما ننزلش تحت. هنمسك البورد من فوق خالص كده او من تحت كده عادي، برضه ده او ده عادي. هنعمل دفعة من الستارت برجلين، هناخد نفس كبير هننزل دقننا دي على صدرنا، وهنعمل دفعة من الستارت جنب وهنقفل رجلين على بعض زي كده. ده أول حاجة هيكون بالبورد، تاني حاجة هنشيل البورد خلاص هو عمل الطفو تمام. هنشيل البورد وهنعمل الطفو نفس الطفو ده بس من غير البورد. نشد ايدينا جامد، رجلينا جنب بعض، أهم حاجة ورا. مرة كمان ناخد نفس كبير ومش هنفضي. واهم حاجة بنعملها بنتمرن جنب الستارت علشان لو حصل اي حاجة يمسك بيده الستارت لو هو خايف. واخر حاجة هنتعلمها معانا النهاردة هيكون ستار فرونت، ازاي نطلع من الستارت ونعمل دفعة. اول حاجه هتفرد ايدك ورا وانت ماسك الستارت، تاني حاجه ايدك قدام رجلك جنب بعض تحت عند الستارت. هنسيب ايدينا اللي ورا دي هنطلعها قدام ونعمل طفو السوبرمان وناخد دفع من الستارت على طول زي كده.